شكرا يا محمد، وبرحب بالسادة المشاهدين مشاهدي سي بي سي وبرنامج العالم في العالمين في كل مكان. ما زلنا مستمرين مع حضراتكم من جوهرة تاج البحر الأبيض المتوسط مدينة العالمين الجديدة، واللي لسه بتشهد أكبر حدث ترفيهي في مصر والشرق الأوسط، مهرجان العالمين للعام الثاني على التوالي. الحقيقة قبل ما أتكلم عن الأنشطة الثقافية والفنية في هذا المهرجان، حابب أخد المشاهدين في فكرة العظمة اللي بيعملها المصريين واللي عملها المصريين داخل مدينة العالمين. حابب أتكلم عن الأدوار البطولية اللي قام بها المصريين خلال الأعوام القليلة الماضية. دور البطولي الأول بيتمحور حوالين ان ازاي ان احنا قدرنا كمصريين ان احنا ننتشل كل الالغام اللي كانت موجوده في مدينه العالمين ونحولها الى مدينه احلام. نتكلم عن اكثر من 21 مليون لغم كانوا موجودين في كل شبر، في كل ركن من اركان هذه المدينه. استطاع المصريين بالعزيمه وبالاجتهاد وبالمثابره وبحب البلد دي انهم يعملوا على ازاله كل هذه الالغام في وقت قصير جدا. البطوله الثانيه هي بطوله التشييد والبناء، ان احنا قدرنا من 2018 ل 2024 نتكلم في أقل من 6 سنين إن إحنا نعمل هذه العظمة الكبيرة في البناء والتشييد والتطوير. بنشوف مدينة كاملة متكاملة، مش مدينة سياحية فقط بتقتصر على الأبراج والأماكن التجارية أو الفنادق السياحية، لا، ده كمان بنتكلم عن وحدات سكنية، بنتكلم عن مدارس، عن جامعات، عن خدمات يعني بتلمس كل المواطنين الموجودين داخل مدينة العالمين. ويمكن ده شفنا أثره بشكل كبير على مدى الاهتمام البالغ، الاهتمام العالمي الكبير، إن إزاي مدينة العالمين قدرت إنها تكون أيقونة عالمية والعالم كله بيتكلم عنها، والميديا العالمية والصحافة العالمية كلها بتتكلم عن مدينة العالمين، وقد ايه ان المدينة في فترة وجيزة جدا في اقل من 6 سنين بدأت تزاحم اكبر المدن على الشريط الساحلي للبحر الابيض المتوسط، زي لبنان، زي مالطا، زي ايطاليا، زي فرنسا، العديد من هذه الدول، وبدأت تزاحمهم بالفعل، وبدأت الناس تتكلم عن ان المدينة من الممكن انها بقى بتنتظر العديد من الاستثمارات على مختلف الصعد، خاصة الاستثمارات في المجال السياحي او في المجال الاقتصادي. هي دي عظمة المصريين، حبيت أشير إلى هذه العظمة اللي بالمناسبة كل كبيرة وصغيرة هنا في هذه المدينة هي بأياد مصرية خالصة، من أصغر عامل لأكبر مسؤول داخل الدولة المصرية. الناس هنا اجتمعت على حب البلد، على حب البلد دي، وكأنهم اجتمعوا على إن مش هيقود مسيرة البلد دي ومش هيطلعها قدام غير المصريين، وبالفعل شفناه بعيوننا في كل مكان. وإحنا دلوقتي في المدينة التراثية اللي أقيمت على مساحة 260 فدان، واللي بتضم أكثر من 70 منشأة على الطراز المعماري الفريد من نوعه. بنتكلم عن مسجد، عن كنيسة، عن أوبرا، عن مسرح روماني موجود خلفي في الصورة بهذا الجمال الرائع، واللي أصبح أيقونة عالمية، واللي أصبح من أهم وأبرز المعالم الرئيسية داخل مدينة العالمين. دي كانت النقطة حبيت يعني أتكلم فيها وأشير إليها معاكم عشان نعرف إزاي قدرنا إحنا كمصريين نبني هذه العظمة وهذا الفخر الجميل اللي بنفتخر به كلنا مدينة العالمين. نروح بقى للأنشطة الثقافية والفنية. بننتظر بقى كلنا حفلة السوبر ستار الهضبة عمرو دياب في منطقة اليو أرينا يوم الجمعة إن شاء الله. عايز أقول لكم إن التذاكر كلها نفذت، من الممكن إن احنا نقول من دلوقتي إن حفلة عمرو دياب كاملة العدد خلاص، يعني اللي حجز حجز بقى، واللي ما حجزش خلاص بقى نشوف إن شاء الله في حفلة تانية. الناس كلها بدأت تيجي بقى في الويك إند التالتة من مهرجان العالمين، خلاص بدأوا الناس يتوافدوا من مختلف المحافظات المصرية، واللي بالمناسبة إن المهرجان السنة ده بيحتضن الجميع، وإن المدينة بتحتضن الجميع، كل فئات وطبقات المجتمع المصري. وده يمكن كان القائمين على هذا المهرجان كانوا حريصين كل الحرص على ان كل المصريين يتمتعوا بهذه الاجواء الصيفيه الرائعه ويشاهدوا هذا المنظر الجميل. كمان المسرح اليو ارينا هيحتضن من بدايه من غدا ان شاء الله مسرحيه السندباد للنجم الكبير كريم عبد العزيز، واللي هذه المسرحيه بتدور في اطار فانتازي حول عمر ابو الهول، واللي بيجسد الشخصيه كريم عبد العزيز من خلال بقى ان هو بيلاقي قلاده سحريه في مقبره قديمه وبتعود به الى زمن السندباد، وبيبدا بقى يعيش دور البطولات والمغامرات. وبالمناسبه هذه المسرحيه مسرحيه السندباد بتاتي بالتعاون بين الشركه المتحدة للخدمات الإعلامية القايمة بدور مقدر ومشرف حتى هذه الأثناء، من أول مهرجان حتى هذا اليوم اللي احنا فيه، بالتعاون مع موسم الرياض بقى والهيئة العامة للترفيه السعودية. المسرحية فيها أبطال مصريين كتير زي الفنانة ليلي كريم، بالإضافة إلى مصطفى خاطر وبيومي فؤاد وعدد من النجوم المصريين الكبار. كمان احنا بقى على موعد مع مسرحية التلفزيون بقى للنجم الكبير حسن الرداد والنجمة إيمي سمير غانم في مسرحية التلفزيون
التلفزيون، واللي هتبدا عرضها يوم 15 و16 و17، حاله من التنوع الثقافي والفني والغنائي هنا في مهرجان مدينه العالمين، ادى الى حاله من الزخم الكبيره اللي بيشهدها المهرجان. الناس بدات تتوافد من كل المحافظات المصريه ومن مختلف الدول العربيه، وكمان بنشاهد عدد من المواطنين الاجانب اللي بياتوا من بعض الدول الاوروبيه. يمكن الحاله الكبيره من الزخم دي سببها الرواج الكبير لمدينه العالمين، ان ازاي المدينه قدرت زي ما قلنا في فتره وجيزه جدا، بنتكلم اقل من 6 سنوات، انها تصبح ايقونه عالميه، العالم كله بيتحدث عنها والجميع كله بيتحدث عنها، ومحدش يقدر ينكر مدى التطور الحاصل في مدينة العالمين والجمال والروعة في مدينة العالمين. يمكن دي كانت رسالتنا، ولسه عندنا كلام كتير نقول إن شاء الله بعد الفاصل.